اهلا بكم شباب اعزائي طلاب وباشمهندسين مصر. معكم باشمهندس زكي بدر، تخصص اتصالات والكترونيات. هنتكلم النهارده في موضوع تحويل القلابات، وهو من الجي كي للتي كونفرجن. طبعا لو مش عارف الجي كي بيشتغل ازاي او تي بي بيشتغل ازاي، ممكن ترجع لفيديوهات اللي فاتت. ان احنا بنقول هنا الفكره الاساسيه في التحويل. طيب هنا الجدول ده طبعا ما بيتحفظ ولكن بيتفهم. ده ترو ستيبل بتاع تي فليب فلوب. فرضنا ان هنا في بريزنت ستيت في 0101، وبالتالي الانبوت اللي بعد كده هو عبارة عن 2011، ده في الترتيب اللوجيك جيتس. طيب يبقى احنا عايزين نستنتج ده جه منين؟ جه من التي. قال لك لو الزيرو ظل زيرو يعني ما حصلوش حاجه ان تشينج، والواحد لو طلع واحد زي ما هو يبقى ان تشينج، يبقى حطيت في التي زيرو. تمام. طب لو الصفر في البريزنت ستيت راح للنكست ستيت بقى واحد، يعني اتغير، يعني عمل توجل، يبقى الانبوت بتاع التي بواحد، وهكذا. الواحد لو بقى صفر يبقى التي بواحد. خدنا الجدول ده زي ما هو هنا وحطيناه هنا اهو. عايزين نستخرج منه الانبوتس بتاعه الجي كي، اللي هي الانبوتس دي جت منين. واول برضو عشان نبقى عارفين احنا عايزين نحول الجي كي لتي، يعني برضو احنا عندنا الجي كي بهذا الشكل، ادي الجي وادي الكي وادي الانبوت بتاعنا كلوك شغال على رايزنج ايج. والمفروض الجي وكي ده هتحط عليهم ايه الانبوت اللي هتحط عليهم او هتربطهم ازاي ببعض علشان يتحول يبقى فانكشن اكنه بيشتغل كانه تي فليب فلوب. ده السؤال. فهنا كي انبوتس، جي كي انبوتس دي هو يقصد بيها دي، يعني ايه الانبوتس اللي هتحطها هنا، ايه الدايره اللي هتحطها على الجي كي علشان يتحول يبقى تي فليب فلوب. طيب تعال نشوف هو استخرج الكلام ده منين. المفروض انه بيعمل اكسايتيشن تيبل للجي كي، بس قبل ما نشرح الاكسايتيشن تيبل تعال نبص هنا. هو بيجيب الجي كي انبوتس دي بيجيبها من الاتنين دول، ادي البريزنت ستيت والنكست ستيت. تعال نبص مع بعض عشان تبقى فاهم. الصفر ظل صفر، الصفر ظل صفر يعني ده حصل له ان تشينج، او لما حصل له ان تشينج او لما حصل له ريسيت. ده في الجي كي بقى. لو انت مش عارف ازاي بيشتغل الجي كي ارجع للايه للشرح بتاع الفليب فلوبس. هتلاقي ان الجي كي لو الجي حطيت عليه بصفر والكي حطيت عليه بصفر، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع ان تشينج يعني كيو في تي. طيب لو حطيت الجي بصفر والكي بواحد الاوتبوت بيبقى صفر. تمام، هو ده اللي حصل هنا. فقال لك طالما حطيت في الجي صفر فدونت كير على الاكس على الكي، مش هيفرق معايا الكي بصفر ولا واحد، لان الناتج في الاخر هيطلع كيو اوف تي او صفر. كيو اوف تي او صفر اللي هو هنا اللي هو ده، الصفر ظل صفر معناه ايه؟ لا اما كان هنا صفر لا اما الكيو اوف تي ما حصلهاش حاجه وظلت زي ما هي ان تشينج. تمام، فحط على الكي دونت كير. تعال نكمل الحالة اللي بعد كده. الواحد بقى واحد، الواحد بقى ايه؟ بقى واحد. يبقى ده معناه حاجتين. تعال نشوف كام مع بعض. ادي الجي، لو حطيت واحد على الجي والكي حطيته بصفر، ايه الاوتبوت اللي هيطلع؟ مش هينتج واحد؟ تمام. ولو حطيت صفر على الجي تمام، صفر على الجي وصفر على الكي، ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل ان تشينج. ان تشينج يعني كيو اوف تي، يعني البريزنت ستيت هتساوي النكست ستيت. فده اللي حصل. فقال لك لو حطيت واحد او صفر على الجي طالما الكي بصفر، تمام، فالواحد هيطلع واحد، ولو كان في صفر هيطلع صفر. تعال نشوف كده هنا. فقال لك دونت كير على الجي، don't care على الشيء. الواحد طلع واحد يعني unchanged،
او ست، او ست. الواحد طلع واحد، فالاوتبوت ده لا اما معناه ان حصل ان تشينج للبريزنت ستيت، او معناه ان الجي كانت بواحد والكي كانت بصفر، فالاوتبوت طلع بواحد. تمام، الجي بواحد والكي بصفر، يطلع الاوتبوت كام؟ واحد. تمام، تعال نشوف الحل اللي بعدها. واحد ودونت كير على الكي. تعال نشوف، ادي الجي بواحد والكي بكام؟ لا اما بصفر لا اما بواحد. لو الجي بواحد والكي بصفر، ايه اللي هيطلع؟ اللي هيطلع واحد. لو الجي بواحد والكي بصفر هيطلع واحد. ولا الجي بواحد والكي بواحد هيعمل توجل للانبوت، يعني كيو اف تي بار بار. تعال نشوف، او الكيو ان يعني. طيب بص كده، الصفر ده بقى واحد، ده معناه ايه في الجي كي؟ ان حصل توجل، دي احتماليه، يعني عامل كيو ان بار. كيو ان بار يعني كيو ان كانت بصفر اللي هي دي بقت واحد. والحاله الثانيه اللي انا بقولها انه ممكن يكون عمل ست، عمل ايه؟ عمل ست، يعني حط على الجي واحد والكي بصفر. فعشان كده قالك خلاص دونت كير على الكي، سواء صفر او واحد خلاص كده كده الصفر ده هيتحول لواحد، فدونت كير على الكي، نفس المبدأ يعني. طيب تعال نبص على الحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة دي برضو نفس الحالتين، دونت كير على الجي. تعال نشوف الجي اهي، لا اما بصفر لا اما بواحد، والكي تبقى بواحد في الحالتين اللي هي دي. تمام، طيب بيقول لك الواحد بقى صفر، يعني الاوتبوت عايزه كام؟ الاوتبوت عايزه صفر، فده معناه ان انا حطيت في الجي صفر وواحد، فالاوتبوت هيطلع صفر. اعتبر دي يا سيدي كيو ان اوف زائد واحد. تمام، ولو حطيت واحد لواحد هيحصل توجل للكيو ان، كيو ان بار اللي هو بيساوي برضو ايه؟ صفر، لان الكيو ان كان بواحد في الحالة دي. لما حصل له وصل للصفر ده معناه انه حصل له توجل، فبالتالي لو حطيت الجي بصفر او الجي بواحد فكيك الاوتبوت هيبقى في الاخر ايه؟ صفر. وعشان كده قلت دونت كير على الجي. تمام، اتمنى ان هي تكون واضحه وبسيطه. طيب ده الجدول كده استخرج من الايه؟ من الجدولين دول. فهمنا يعني ايه دونت كير؟ الاكسيتيشن تيبل هو نفس الفكره. تعال نبص، هو نفس الفكره على فكره، يعني هو الاكسيتيشن تيبل هو الجزء ده كده اه، بيكرره تاني هنا بس بشكل بانبوتس مختلفه. يعني لو الصفر ظل صفر ده معناه ايه؟ لا اما حطيت على الصفر عندنا صفر واحد، او لا اما الكيب واحد لا اما الكيب صفر. فدونت كير على الكي، لان سواء الكيب واحد او بصفر الاوتبوت هيبقى بصفر، فدونت كير على كي. لو الصفر بقت واحد يعني كيو ان بقت كيو ان بار، فده معناه ان حصل ست او حصل توجل. حالة الست ان يكون الكيب صفر، وحالة التوجل ان يكون الكيب واحد، فدونت كير على الكي مش هيفرق معايا طالما الاوتبوت في الاخر هو عبارة عن واحد. فواحد وصفر يدي واحد، وواحد وواحد يحصل توجل. توجل لايه؟ للكيو ان. ماشي، اللي بعدها الواحد بقى صفر، الواحد بقى صفر، فده معناه ايه؟ ان حصل لا اما توجل لا اما حصل ريست. تمام، ريست للكيو ان. فبقول الجي لو كانت بواحد يبقى حصل توجل، يبقى الواحد ده بقى صفر. ولو الجي كانت بصفر يبقى حصل ريست، يبقى وات ايفر اللي كان في البريزنت ستيت هيتحول يبقى برضو زيرو. الواحد بقت واحد، اه يبقى دي حالة واحدة، لإما كان في واحد على الجي، واحد وصفر بيدي واحد، لإما كان في صفر على الجي فعمل ان تشينج للبريفيوس ستيت، او الان تشينج للبريزنت ستيت. البريزنت ستيت كان بواحد فطلع بواحد، وهي دي فكرة الدونت كير اللي بنعملها. طيب حلو، احنا كده فهمنا يعني ايه الجدول ده جه منين وحصل ايه بالظبط. دلوقتي برضو احنا عايزين نرجع للفكرة الأساسية. احنا عايزين دلوقتي ندخل انبوتس على
الجي جي والكي علشان يشتغل تي فليب فلوب. ما هو ده الفكره، انا عايز احول الجي كي احولها لتي فليب فلوب. يبقى هنستخدم كي ماب. مش هينفع استخدم هنا سم اوف برودكتس لان الاكس او الدونت كير في احتماليه ان اما تكون واحد لا اما صفر، والسم اوف برودكتس بياخد الواحد بس. يعني لو هتعمل مثلا سم اوف برودكت للجي فهياخد الواحد ده ويشوف الحاله بتاعته هنا ايه، والكي هنا نفس الكلام. طب الاكس هنا بقى، الاكس ممكن تكون واحد او صفر، فانا مش هخمن يعني. فالاسهل في الفكره دي طالما فيها دونت كير يبقى الافضل ان انا استخدم كي باب، عشان كي باب كي ماب بتتعامل مع الدونت كير، ممكن تعتبرها واحد. ماشي. فاذا انا محتاج اجيب معادله للجي ومعادله للكي، دول الانبوتس، الانبوتس بتاع الجي كي عشان يتحول لتي. يعني عايز اقول الجي بتساوي كذا والكي بتساوي كذا. طيب نجيبها ازاي؟ تعالى بقى في الحاله دي هنشوف كل الحالات. هنعمل كي ماب فور جي. طبعا سنس ان هم فور ستيتس then we have four cells، يعني هم اربع ستيتس يبقى اربع خلايا في الكي ماب. we were looking here of course. اوكي تمام. يبقى عندنا تي تحت وعندنا كيو ان فوق، وادي الاربع خلايا بتاعت الكي ماب، وادي صفر وادي واحد وادي صفر وادي واحد. هنبص هنا في صفر موجود فين؟ لما عند الصفر والصفر، يعني تي بصفر وكيو ان بصفر، ففي صفر. احنا ما بنجمعش الاصفار، احنا بنجمع الدونت كير والوانس. بس ما علينا، بس عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. الدونت كير موجوده فين؟ موجوده في الحاله دي ان التي بصفر والكيو ان بواحد. ادي التي بصفر والكيو ان بواحد في الحته دي، كان في دونت كير. ثم في واحد موجود فين؟ موجود لما التي بواحد والكيو ان بصفر. التي بواحد والكيو ان بصفر، يعني في واحد هنا. الحالة الأخيرة it don't care we have عند one and one، تي equal one وكيو ان equal one here. طيب ف simply اللي هنعمله ان احنا هنجمع ال ones together، هنجمع ال ones together. مش هنحتاج، مش هحتاج الاكس دونت كير هنا لان خلاص انا اتلقيت ال1 اتلقيت لي 1 تمام. لكن لو كانت مثلا اكس 1 اونلي and there is no other one that we can combine with this one، في الحاله دي بجمع الاثنين دول مع بعض واعتبر ده ال1 بتاعه. يعني we use only don't care if we missing one. اوكي okay. if we missing one. But in this case we only use these ones together because we have found two ones close to each other. We don't need the don't care. طيب في الحالة دي نجمعها كده مع بعض ونشوف ايه هو ال J هيطلع كام. ال J بيساوي T Q N bar. يبقى T Q N bar. وهنا عبارة عن تي وكيو ان. ماشي، تي وكيو ان بار زائد تي وكيو ان تمام، اللي هو تي هنا وادي الكيو ان هنا فوق. طيب ما احنا عندنا البوليان الجبرا بيقدر يقول لك انك لو خدت تي عامل مشترك هيبقى كيو ان بار زائد كيو ان اللي هو بواحد، اللي هو هيساوي تي. يعني في كلا الحالتين يعني مش محتاج انك، سهله يعني. فلو خدتها كبولين الجبر تطلع بالشكل ده، ولو بصيت هتلاقي ان تي هنا هو المشترك في الصف ده كله، والكيو ان هنا بتتغير. الحاجه اللي بتتغير ما تاخدهاش معاك لان هي هتبقى كيو ان زائد كيو ان بار، فتغيرت فلما تتجمع هتبقى بواحد فما تاخدهاش معاك. ودي فكره كي ماب، ان هو اللي بيتغير ما بياخدوش، اللي بيتغير ما بياخدوش وبياخد المشترك. فاذا الجي هنا ساوي التي تمام. تعالى نعمل كي ماب للكي. كي ماب 4 كي.
نفس الحكاية، وادي التي وعند كيو ان 4 سيلز 0101. ونبص وي هاف دونت كير هنا اهو موجود فين؟ عند الزيرو زيرو، يبقى هاف دونت كير هير. Then we have zero موجود فين؟ عند zero one. Zero في T one في QN. So we have here. We have X أو don't care عند T بواحد وال QN بزيرو. T بواحد وال QN بزيرو. So we have don't care here. And of course the last we have one. We have one which is at one one. This way. طيب. Okay. هنا بقى we don't collect ones and zeros, we only collect ones, but we the more circles you choose the simplest form you can get. يعني كل ما تختار دوائر اكبر، كل ما تختار يعني مثلا لو كان في هنا واحد واحد كمان وجمعتوا دول مع بعض، فالعامل المشترك ما بينهم هيبقى واحد، يعني هيبقى قيمة معينة، وهتختصر أكتر أو هتختصر أسرع من إنك تاخد بس كل واحد لوحده يعني، أو تعمل سيركل لوحدها. يعني ممكن واحد يقول لك أنا هاخد دي بس، أقول له لأ أنت كده ما وصلتش لأبسط فورم لسمبليفيكيشن، لازم تاخد الواحد مع جنب إكس. طب هنا ما خدتش الإكس ده ليه؟ لأ عشان الواحد هنا كان جنبي واحد، فأنا مش محتاج أخد إكس أو دونت كير معاه، لكن هنا الواحد هاخده مع الدونت كير عشان اقول ان ده اكنه واحد مع بعض، فيبقى يوصل لابسط فورم. طيب اذا الكي هنا بيساوي ايه؟ تعال نبص، التي هنا ما بتتغيرش، واحد في السيل دي هي بواحد وفي السيل دي هي بواحد. طب ايه اللي بيتغير؟ الكيو ان بقى ايه؟ كيو ان بار او كيو 0 بقى كيو ان 0 بقى كيو ان 1، فبتغير من مش من العمود الافقي، لكن في العمود العمود الرأسي، اسف العمود الرأسي ده. اما في العمود الافقي او الصف التي ما بتتغيرش، فاذا هاخد اللي ما بتغيرش يبقى تي. ولو حبيت تاخدها بنفس الطريقه بتاعه البوليون الجبرا يبقى انت كده كانك بتحلها سم اوف برودكت يعني، تمام؟ انك تاخد ممكن تاخدها كده مثلا، ادي دي تاخد خليه وخليه، يعني دي تي وكيو ان بار زائد، ودي عباره عن تي وفوق كيو ان. ولو خدت تي عامل مشترك هيبقى كيو ان زائد كيو ان بار اللي هي بواحد، فيبقى الكي بتساوي تي خلاص، والجي بتساوي تي بس كده خلاص. يبقى ده معناه ان لو هرسم بلوك دايجرام بتاع الجي كي بهذا الشكل، ما كبر شوية، جي ان كي وادي رايزنج ايج وادي الكيو ان وادي الكيو ان بار، فالجي والكي هيقفلهم على بعض شورت سيركت لايك ذس، اند ذا انبوت ويل بي تي. Now this GK performs as T flip flop. Okay, T flip flop. تمام، هو بكده احنا شرحنا ازاي يبنى T flip flop من الجيكي. تمام؟ اوكي. ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني واخير عن دي flip flop وازاي نحول العكس بقى من التي للجيكي. اوكي؟ أتمنى أن يكون الشرح ده سهل وبسيط، ونشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.